اتفرج. فودافون بعتت لي رساله شغلني شكرا، وعرفت من عندها المعرض. رئيس وراء وحنين. انا جات لي رساله عن طريق الموبايل شغلني شكرا. احمد عبد القادر من خلال الجورنان جريده الاهرام يعني خصيصا. اسمي محمد صلاح درويش. فهي ممكن تلاقيها في التقديم، بس هل هتقبلك او لا دي لسه ما حصلش. عمرو شريف. كنت جات لي المسج الاول على الموبايل بتقول لي المعرض شغلني شكرا والميعاد والمكان وكده. كده دخلت عملت سيرش على النت على الفيسبوك، لقيت برضو ليها بيج على الفيسبوك. احمد جابر. ممكن خدمه عملاء في شركه فودافون. مصطفى ربيع. والله انا كنت بتفرج على برنامج القاهره اليوم مع عمرو اديب، فسمعت ان هم عاملين مبادره عن معرض وظيف شغلني شكرا. محمود احمد محمد سعيد. انا عايز اشتغل سيستم ادمنستريشن، هو في قسم الاي تي سيستم ادمنستريشن. فاطمه حسن. لا هو حلو جدا الصراحه، يعني في جامع من كل المستويات من ناحيه التعليم، يعني اقل واحد بسيط في الشعب ممكن هو يقدر يشتغل عن طريق المعرض ده، وفي برضو يعني جميع الفئات الصح تقدر انها تشتغل عن طريق المعرض ده. اسمي هبة درويش محمد. الحمد لله لقيت شركات كتيرة كانت طالبة نفس الوظيفة، ولسه بدور، لسه المعرض كبير ولسه ما خلصتش يعني. حسام الدين حسن احمد حجازي. عن طريق اصحابي وعن طريق والدي، لان والدي كان اخبرني ان المعرض ده هيتفتح النهارده، فانا حبيت ان انا اقدم فيه. هدير عيدل. اكاونتنج او كاستمر سيرفيس. اسلام احمد عثمان. تمام كويس، هو بيبقى فيه فرصة اكبر ان الناس تقدم في شغل يعني وكده، بيجمع شركات كتير ان يبقى في فرصه اكبر الناس تشتغل.